نرجع بعد الأمن القومي باش نرجعوا، هل سيتحدث وزير الداخلية نعم أو لا في الموضوع هذايا في البرلمان؟ خاطر حسب ما فهمنا من مقرر لجنة الدفاع في البرلمان أنه باش يكون موجود سيد وزير الداخلية أمام أعضاء البرلمان يوم الجمعة. لكن هات نرجع معك لسجن المرناقية دكتور عبد اللطيف المكي. العديد من الناس اللي قعدوا في الكرسي هذا سواء في البرنامج هذا ولا غيره يقول لك قبل الثورة الإرهابيين هذوما كانوا يتحطوا وحدهم في الحبس وحراسة شديدة. جاءت الثورة وجاءت حركة النهضة ولاو الإرهابيين موجودين مع غيرهم من الموقوفين أو الناس قاعدة تقضي في عقوبات أخرى ما هيش عقوبات إرهابية. ثم فما شكون يقول رجع الحال على ما هو عليه قبل، فما اللي يقول لا. صندوق أسود سجن المرناقية، وضعية المساجين، كيفاش الريبارتيسيون متاحهم، كيفاش يكون الحراسة متاحهم مشددة ولا لا. ورجعت نقاط الاستفهام هذه بقوة بعد فرار 5 من سجن المرناقية. سي عبد اللطيف المكي، شو صار بالضبط؟ شو عملت حركة النهضة بالضبط داخل السجن؟ أنا خرجت من حركة النهضة بناء على انتقادات وتقييمات معينة في أدائها السياسي وأدائها الاجتماعي والاقتصادي، وفي ما وقتها كنت غادي، وفي تنفيذ وعود الثورة، أو على الأقل عدم الاشتراك مع الناس بسلبية في حكومات لن تحقق وعود الثورة. أما كل ما هو اتهامات أخرى، قضية الإرهاب والانفلتراسيون تاع كذا، كلها ادعاءات باطلة والتعويضات، وكلها تهم استراتيجية لخلق كراهية في المجتمع بين حركة النهضة أو بين كل قوة مستبطنة الثورة حتى وإن عجزت على خدمتها ولا غلطت في الخدمة متاعها وبين المجتمع. أنا نقول لك فما فلسفات مختلفة. أنا عديت قرابة 12 سنة سجن، أنا عديت قرابة عام مع بورقيبة وعشر سنين واش مع بن علي، وعرفت يعني تقريبا ما لا يقل على 10 سجون في الجمهورية التونسية، وأكثر السجون اللي قعدت فيها هو 9 فريل والهوارب، واللي هما زوج سجون معروفين بالسيكوريتي وبالقسوة كذلك كما في سجن الهوارب. ثم معناها إجراءات مختلفة، مرات يقول لك السجين السياسي وإلا الإرهابي، وقتها ما كانوش يعني احنا غدرنا وقت اللي دخلوا الإرهابيين بعد حدث سليمان وجربة وكذا، احنا غدرنا السجون. فما فلسفات مختلفة، ثم يقول لك نحطه في بيت فيها الحق العام باش تبدأ عينهم عليه، أو مرات قبل الثورة يحرضوا عليه الحق العام باش يؤذوه، وهذا صار معنا. فهمتني؟ والله يكون أحكي لك قصة طريفة، مانيش عارف تجي ولا ما تجيش. قولي صارت عليك انت معناها. إيه، كان ثم بيت مخصص في السجن بتاع 9 أفريل لك المساجين اللي هم يأتيوا على قضايا قوم لوط، فأخذوا عقوبة كل مرة يحطوا قيادي من النهضة في البيت هذيك، فهمتها؟ وقولوا لهم درعوا له خواتره، فهمتها؟ مرة هزوني أنا غادي، فهمتها؟ لأني عملونا إيكوتور في البيت وفقنا به الإيكوتور وكذا، فعقبونا هزوني للبيت هذية. جاء ثم واحد آخر انتماء من جهة الملاسين نلقاه في البيت هذيك، أنا باعتبار السن والكذا هو الآخر شاب. جاء واحد من الناس هذوما قالوا قول صاحبك كل مرة يخرج يشكي بيا للملازم في سقيفة، لأنه كل مجموعة بيوت أيوة. في بافيون أيوة. والبافيون لدارة متاعه تتسمى سقيفة. عليه قالوا راهو قال لي درع له خواطره عليا أنا. قالوا أنا ما نحبش، قالوا أنا وليا طالبة باب ربي ما نحبش ندخل في الحكاية هذه. أيوة. قالوا يخرج يشكي بيا. فنرجع نقول لك أنه مرات يحطوه وحده ومرات يحطوه مع المساجين العاديين باش يراقبوه أو باش يؤذوه. بعد الثورة لا أتصور أنهم يحطوهم باش يؤذوهم، ولكن باش تبدأ عينيهم عليهم كيف يجمعوهم في بلاصة واحدة حتى تكون سيكوريزية، نجموا يقوموا بحركة تمرد، نجموا يعنفوا عونة وحتى يمشوا أكثر من هكا، وما رابيين هو ممكن مش تحكم بالعدام
لكن ثم الروس نتاعهم يحطوهم في بلايس أخرى سيلونات. وأحنا في لجنة الأمن والدفاع زرنا سجن المرناقية لنرى ما هي السياسات اللي يعملوا. نلقاو عندهم زوز ثم اللي حاطينهم في الغرف. إذا زيارتك وقتاش كنت عام قداش سيابتي في المكي؟ والله وقت اللي في رئاسة لجنة الأمن والدفاع قد تكون 2017 زيارة هذه اللي قابلتوا فيها الصومالي. لا أتصور أن قابلنا سومالي. الوفد اللي كان موجود في 2017 من لجنة الأمن والدفاع كانوا وقتها قابلوا السومالي. لا ما قابلناش. وجريدة الشروق وقتها كتبت في 2017 قالت راه حتى استغل وجود برلمانيين وقال لهم حديث والبرلمانيين وقتها خرجوا يتكلموا يقولوا راهو قالوا لنا هكا وهكا. هذا محل لم يحدث معي. واحنا وقت كنا نزوره واكد انه ما قابلناش السيد هذا. انا مش سيد، لا يستحق كلمه سيد. انما دورنا بصوره عامه باش نشوفوا السيكوريتي، ما يهمناش شكون الموجود غادي. شنو لقيتوا؟ ومعنا ومعنا كل ضباط السجن ومدير السجن وزرنا معنا مش كانت للرهابيين فقط، زرنا حتى ظروف السجناء الاخرين وزرنا الورشه وين يعلموا فيهم وزرنا الى غير ذلك. فبالتالي هي سياسات موجوده من قبل. بعد الثوره اصبحت فيها ربما دوزه اعلى نتاع احترام القانون، ولكن هذه مهنتهم وهم مسؤولين عليها. ووزير العدل ما ينجمش اللي هو مسؤول على إدارة العامة للسجون ما ينجمش يقول المدير السجن أعمل هكا وألا هكا، يقول له أمن أوت سيكوريتي كذا كذا. ينجم المدير يطلب إمكانيات معينة، مزيد من لي كاميرا، مزيد منيش عارف. ولكن راه مؤمن هو 9 أبريل أنا تحدثت عليه، 9 أبريل اللي هو مبني بمقاييس قديمة، راك ما تخرج من الغرفة نتاعك عزلة وإلا غرفة عادية للشارع إلا 7 بيبان. سبعة بيبان فهمني، وأقل شيء 7 بيبان. لأنك تلقى ثم بلايس فيهم الباب دوبل، ثم ما يسمى بالبلندي، باب مصنوع من لوح الخشين ومغلف بالطولة، وبعده جرياج، باب معناه جرياجك الحديد الخشين ياسر هذاك، وما يتحلش الباب إلا بحضور مجموعة، ما يجيش عون واحد خاصة في الليل، مش عون واحد ما يجيش، يجيوا مجموعة. وكل مجموعة بيبان المفاتح متاعها عند فريق، وشبابك راهو دوبل. شفنا شباك مش دوبل في التصاق، لا شبابك دوبل، ذاك ربما اللي وروه متاع مش ما ثبتش فيهم، ربما اللي وروه متاع الميلادور البرج متاع المراقبة، هو اللي يدخل البرج المراقبة باش يراقب، يسكروا عليه من برا. ما نجمش واحد ويغادر أو مش نمشي نعمل شربة ماء ولا باش نجيب كذا، ليه غادي ومسكر عليه من برا، كيف يجي العون متاع اللي باش يبدل عليه يزيد. وبالتالي فما بالك بالمرنقية اللي ثم لكاميرا ورقابة وغيرها وغير غيرها، من هذا فما بالتالي لغز كبير لا هو مرتبط بحركة النهضة ولا بغير حركة النهضة في هالموضوعات هذه. فما شكون ربطوا حركة النهضة حتى بتهريب الخمسة إرهابيين؟ لا كله أكاذيب. شوف الآن هالأكاذيب الاستراتيجية، أنا أقول لك تقول أكاذيب وأنت لست في حركة النهضة.